دعاء اليوم 13 من شهر رمضان. ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في دعاء يوم 13 من رمضان: اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني على كائنات الأقدار، ووفقني للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. ثواب هذا الدعاء: من دعا به بدلت سيئاته حسنات، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حيث يرجح العلماء العديد من الأوقات التي تستجاب فيها الأدعية، منها ليلة القدر والوقت بين الأذان والإقامة وعند السجود. وفي سياق متصل يذكر أن بعض المجمعات والأمانات الإسلامية نوهت أن أول أيام عيد الفطر المبارك في 24 من شهر مايو الجاري، ويواصل المسلمون في كل مكان حينما يقبلون على يوم جديد من أيام شهر الكريم، والذي قربنا على مشارف النصف منه في يومه 13. يجب على كل مسلم ومسلمة الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وقيام الليل والاستغفار وقراءة القرآن الكريم والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وذلك لرفع البلاء والوباء، حيث انتشر في كثير من الدول حول العالم هذا الفيروس المستجد، فيروس كورونا، والذي أصيب العالم برعب شديد منه، وكثر الفزع والجزع، ومكث جميع الأشخاص بالمنازل، حيث تم غلق المساجد وصلاة التراويح تتم في البيوت نظرا لظروف الحظر وعدم انتقال العدوى بين المصلين، فيأتي ذلك في ظل الظروف الوقائية. لشهر رمضان مكانة كبيرة عند المسلمين، فهو من الأشهر الحرام، وبشهر رمضان ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وبأول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ساعات قليلة وينتهي اليوم 13 من شهر رمضان المبارك، وعلينا اغتنام الفرصة قبل الانتهاء الشهر. فكل عام وأنتم بخير.